السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو صغير، فيديو خاص فقط بلف البريوات او طريقة اللف ديال البريوات والسيجار. جبت لكم هذا الفيديو هذا بالنسبة للمبتدئات او الناس اللي كيجبروا صعوبة باش يلويو البريوات او يلويو البريوات وما كيجيوهمش معاوطين، ما كيجيوهمش عبر واحد وما كيجيوهمش متقونين في اللوية ديالهم. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يفيدكم بالنسبة اللي باغي يتعلم طريقة ديال تلوي ديال البريوات. بحال اللي كتشوفوا معايا هنا كنجيبوا الورقة اللي كنخدموا بها، العبار هنا اللي قطعوه العرض ديال الورقه على حساب البريوه اللي حنايا خصنا نعملوها واش كبيره او لا صغيره. بالنسبه لهذا العبر هذا اللي كيكون ديال 6 ديال سنتيم 7 سنتيم كيكون مزيون، بريوه مقدوده ماشي كبيره وماشي صغيره. بحال هذه الورقه، انا عندي ورقه منزليه عدلتها في الظرف، العبر ديالها انها كيعطيني بحال هذا الشكل. كنحيدوا الجوانب الاولانيه تقريبا واحد 2 سنتيم كل جهه صافي، وكنقطعوا الورقه ديالنا كامله بهذا الشكل مستطيل وكنبداو نخدموا بها. ها هي كنجيبوا الورقه، الجهه اللي ملسه من برا الجهه اللي حرشه من داخل. هاي ها هي دائما شوفوا الجهه اللي ملسه من برا. كتعملوا الحشوه ديالكم اللي نتوما عندكم الكميه تقريبا بحال اللي قلت على حسب التعميره اللي خصكم تعمروا، كذلك على حسب الورقه اللي مقطعين العرض كبير ولا صغير. عملوا في الاول الكميه اللي غتحكموا فيها، غتجيبوا في الاول، انا عملت لكم هنا عرض بطيء. شوفوا الخط الاولاني ديال الورقه خصكم تجيبوه نيشان مع الجانب هذاك الجانب الايسر، كتعوضوا الورقه وكتجيبوا هذا الجانب هذا. شوف انا عملت لكم عرض بطيء، كتجيبوه نيشان مع الجهه ديال اليمين بهذا الشكل. هنا شكلنا المثلث ديال البريوات، شكلتنا الفورمه. غنعوضوا الحشوه وكذلك هنايا في هذه المرحله الا بغيتوا تزيدوا الحشوه ديالكم او تنقصوا منها هنايا كتجي سهله، لان هي صافي شبرت ديك الفورمه ديالها فالحشوه ما غتهربش. دابا صافي ملي كتاكدوا بان الحشوه ديالكم هي هذه، عاود كنهزوها كنجيبوا هذا الخط بطريقه متوازيه او نيشان مع هذا الجانب هذا، وكندوروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا البريوه ديالنا بهذا الشكل هذا. في نفس الوقت انتم كتزيروا باش ما تجيكمش مرخوفه وصافي. هنا كنساليوها كيبقى لنا هاد الزوائد هادو، نعوضوهم بالمقص باش تجينا البريوه ديالنا متقونه. بعض المرات كيجيكم الزوائد هما هادوك، بعض المرات كيجيو زايدين كبارين، كيكون عندنا الدقيق والماء كندهنوا هاد الزوائد. عندنا جوج الاختيارات، يا اما اذا كانوا قصارين كندخلوها بهاد الشكل هذا تحت هاد الورقه هادي وكنشبروها، يا اما بهذاك الدقيق كتلصقوها من فوقي. لكن الا كانت صغيره حاولوا ما امكن تدخلوها وكتحصلوا على البريوه ديالكم بهذا الشكل هذا سهله. غادي نعاود معكم طريقه، كنجيبوا الورقه الجهه اللي حرشه من داخل والجهه اللي مالسه من برا، كنعملوا الحشوه ديالنا. في الاول عملوا كميه قليله ومن بعد كطويو، كتجيبوا الخط الاولي ديال الورقه كطويوه مع تجيبوه معاوط مع الجانب الايسر، وكنطويو ثاني هاد الجهه هادي بهذا الشكل. بحال اللي قلت لكم هنا الفورمه كتعاود البريوه، هنا تزيدوا الحشوه تنقصوا الحشوه توزعوها باش تجي متساويه، وعاد كدوزوا هاد الخط هيدا وكتمشيو معاها بسهوله كتشبر لكم الفورمه بهذه الطريقه. زوائد اولا هاد الحاشيه ديال الورقه اللي كتكون شنتفه حيدوها. وهنا بحال اللي قلت يا اما بحال دابا هكذا تلصقوه، يا اما دخلوها لداخل بحال دابا هادي كبيره ومعوطه غتجي منيشان. ها كنلصقوها بالعجين اللي هو الدقيق مع الماء وكتجي واجده.
بالنسبه للشكل ديال السيجار، كنجيبوا الورقه الشكل ديالها مدور كنقطعوها على اربعه بحال اللي كتشوفوا هنا في الفيديو، كنقسموها على نص من بعد كنقطعوها على اربعه، كنتحصلوا على هاد المثلثات اللي هما كيساعدونا بزاف في تشكيل السيجار. احسن فورمه تخدموا بها السيجار هي هاد المثلثات هادي. كنجيبوا دائما المثلث ديالنا، ما كندهنوا لا زبده لا حتى شي حاجه. عندي هنايا انا حيت عندي هاد السيجار بالجبن والزعتر، فكنرش الزعتر اولا كنغلف هادوك القطع ديال الجبن بالزعتر، وكنجيبوا بحال اللي قلنا دائما الجهه المالسه من برا والحرشه من داخل، كنطويو الورقه على الجبن بهذا الشكل هذا، وكنشدوا التحت بالعجين. كنجيبوا القطعه ديال الجبن او الحشوه كايا كانت كنغلفوها بهذا الشكل اللي كاين في الفيديو، كتحاولوا الجوانب تدخلوها مزيان باش ما يجيكمش هذوك الودنين خارجين من الجناب، وكنشدوها دغيه. هاد الطريقه هادي كتجي سهله. هنا كل ورقه كطينا أربعة الكوبات، معروف العبر ديالها، فكتحسبوا الورقه ديالكم وكتعرفوا شحال غادي تعطيكم. كنستمر بهذه الطريقه هذه سهله بحال اللي كتشوفوا معايا. هذه هي احسن طريقه من الورقه مربعه او لا، هذا هذه هي احسن طريقه، وكتجي مزيونه وما كتجيش عامره بالورقه، كتجي مزيونه بزاف.